في الموضوع الأول نقول أنه بعد التساؤلات التي طرحها الجميع حول وجهة بنزيما القادمة وبعد تقارير أثبتت توجهه إلى السعودية وبعد خروجه أثناء تسلمه الجائزة وتصريحه بأنه مركز مع ريال مدريد إلا أنه قال بعد انتقال إلى الاتحاد السعودي أن له أسباب عقائدية دفعته إلى هذا الاختيار وقال في تصريحه: أنا مسلم وجئت إلى بلد مسلم ولدي رغبة في العيش هنا. الاتحاد فريق كبير ورفوف خزانته تزخر بالتتويجات كما له قاعدة جماهيرية عريضة. أنا متشوق يقول دائما كريم بنزيما أنا متشوق للبدء في تحد رياضي جديد ومطاردة الألقاب والكؤوس. بنزيما الذي يبلغ من العمر ثلاثة عقود ونصف أمضى عقدا مدته ثلاثه مواسم على الاراضي السعوديه ليمثل اللون الاصفر الوان نادي نمور جده، اما الجانب المادي في ذلك فاجره سنويه قدرت ب 200 مليون اورو. من زي ما امضى سنوات بين اللغه الاسبانيه والانجليزيه والفرنسيه وان اوان تركيزه مع لغه الضاد، فقال في هذا الصدد ان كل الاجواء رائعه هنا على غرار مكه المكرمه وقال كما ساجتهد لتعلم اللغه العربيه هذا امر ضروري. الكره السعوديه تعيش عصرها الذهبي. الدون والحكومه سيجعلان الدوري السعودي محط انظار العالم وسيشاهدهم حتى المواطنون في امريكا. امريكا التي ستشهد ثوره كرويه بتوجه ميسي اليها. الشاعر يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي والأبيض الملكي كان ملكا على فؤاد كريم بن زيمة لأربعة عشر عاما فقال عندما سئل عن الريال لعبت في ريال مدريد لفترة طويلة وحصدت عدة تتويجات وأنا جد فخور خاصة وأن مغادرة الفريق كانت بالطريقة التي أرضت الجميع وأنتم في التعليقات نبدأ بوسيم الذي قال من هاتريك في برشلونة إلى البقاع المقدسة اتحاد جدة تخص صفقة ولا زوج ويولي خير من برشلونة صلاح يقول أشرق وأنور الوطن العربي أجمع فريد قال فخر الجزائر حتى لو كان فرنسي ويلعب في السعودية بينما مصباح أحمد قال لا يجب إقدام أو إقحام كرة القدم في الدين والعكس الى الموضوع الثاني